أسي القناة بلاز وقت في. السلام عليكم. اليوم معنا قضية أخرى من قضية المجتمع. معنا شخص من مدينة الشواطر إقليم فيكيك، عنده مشكل مع المياه والغابات. السلام عليكم سي المؤمنين، وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أعطينا المشكل ديالك بالتفاصيل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده ولا يدوم إلا ملكه، والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعرفكم بنفسي، الاسم كامل ممني إبراهيم، لعمل الأشغال بعين الشواطر، الحراسة العامة بالمندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر، ومن خلالها حارس غابة كافالي برومي كاتيجوري. بداية العمل الأشغال سنة 2001، في عهد الفترة التي كانت الأمور كلها على ما يرام. أما حاليا وبعد الآن، في 8/12/2016 راسلنا عدة جهات، بالأخص الرباط العاصمة الإدارية. راسلنا السيد رشيد بن حماد شيف ديفيزيون، طلب سيوت الوضعية الإدارية والمادية، وقد توصلنا بكونفوكاسيون بار تليفون. مشيت للمدير الجهوي بوجدة، وعيطوا كذلك المدير الإقليمي وغابة محطة الصحة السيد جابر، وقال ما يلي: قال أنه قد تم تلبية هذا الطلب، ولكن للأسف الشديد احنا أنا ما تخلصش، ما عطاش النيميرو دو سون، ما تخلصش ما والو. بالعكس، كانوا مشاريع لبروجي يسدنا المقاول الانتربرونور، عدة مقاولين، وانا بقيت الحقوق ديالي للان مهضومه. كذلك راسلنا وزاره الفلاحه والتنميه القرويه والغابات وحفظ التصحر والصيد البحري في 2019 نفس الطلب، سيوت الوضعيه الاداريه والماديه، وقد جاوبوا عليها في الوزاره بانه غتكون وكاله وطنيه للمياه والغابات، ويتم ادماجنا والتشغيل بالكونترا. ولا زلنا نرتقب الان 2019 2023، هذه 4 سنين مازال كنرتقب هذا الشيء، ما كان والو. اخر موضوع، واضطريت انه نكتب طلب السيد عامل صاحب الجلاله الى ممن ابراهيم، الحراسه العامه بالمندوب الساميه من الغابات وحرفه التصحر، حارس غابه كافالي برومي كاتيجوري على الشواطر، لا عامل صاحب الجلاله على اقليم فيكيك بو عرفه. طلب ادراج اسمي ضمن لائحه المستفيدين من الانعاش الوطني، بين قوسين انعاش دائم، اللي فيها دوكارت، فيها الفلوس ديالها بالضبط 2400 درهم. والتوضيح انه رسلنا السيد عامل صاحب الجلاله طلب منحي اجره شهريه لتنفيذ الاعمال والاشغال بقطاع المياه والغابات، او تنفيذ اعمال واشغال اخرى تامرانني بالعمل عليها نظرا لحاجه ماسه لتلبيه متطلبات الاسره الصغيره، من حيث الاكل والشرب والتمدرس الى غير ذلك. الحاله الماديه الان فقير، ومحتاج للدعم منكم. جزاكم الله كل خير، وحفظكم من كل سوء. اللهم انا نسالك الجنه والسلام. السيد عامل صاحب جلاله، عطيت الطلب ديالي بيرودود على اساس انه كان عندي اجتماع، ما عطانيش فرصه باش نشوفه. الان باغي نشوف عامل صاحب جلاله، ومشيت لعندهم، قالوا لي واحد الاسبوع رجعت للبيرو دوردر بالعماله يقدم فيكي، قالوا لي بلي انه الدوسي ديالي احيل على السيد الكونونيل ديال الانعاش الدائم. مشيت لعنده، قال لي ملي تكون شي حاجه غادي نخبر قائد عين الشواطر. هنا الموضوع، من السيد القائد عين الشواطر، ارجوك تدخل في هذا الملف من اجلي سلامه الغابه، تجنبوا اسباب الحريق، التوسيع الثالث. انا راه ما تعطينيش الخلطه ديالي، انا ماشي شغلي تحق الغابه، شغلكم هذاك. انت المسؤول القائد عن الشواطر، انت هو المسؤول، اللي كنسولك انت القائد عن الشواطر، انت هو المسؤول على الغابه اللي تحرقت، ماشي انايا. اللي جيتك جوج مرات وطردتني، يعني كنقولها في الصحافه، علاش خايف منك؟ ما خايفش منك، ارجوك تدخل، ما تعطينيش انا، اعطيني الحق ديالي بصدق قائد صفتك جلاله الملك، يتخدم الشعب، ما تخدمش الشعب، ماشي طردهم. تدخل في هذا الملف مع الكورونا ديال الانعاش الدائم مع صاحب جلالة، ونتخلص انا كباقي المواطنين عبر التراب الوطني. واه، واش انا كافالي وما نتخلصش على الانعاش الدائم؟ مشكله. وبالتالي كنشكر الصحافه ديال زواق تي في لبودنيب على هذه المبادره وهذا منحي هذه الفرصه باش نقول اللي عندي، وهذا الشيء خصو يتنفذ. انا غادي نطلب الحقوق ديالي،
وغادي نزيد نطالب الحقوق ديالي حتى آخر رمق. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.